بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلاب المرحلة الثانوية الصف 11، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الجغرافيا. درسنا لهذا اليوم عن الأنشطة الاقتصادية في قارة أمريكا الجنوبية، الجزء السابع، التجارة والسياحة. أعزائي الطلاب، سوف نتناول خلال درس اليوم التجارة والسياحة في قارة أمريكا الجنوبية، وسوف نحقق مجموعة من الأهداف، وهي أن تفسر عزيزي الطالب ازدهار التجارة في قارة أمريكا الجنوبية، تقارن بين الصادرات والواردات في قارة أمريكا الجنوبية، تعدد أهم المناطق السياحية في قارة أمريكا الجنوبية. أعزائي الطلاب، بالرجوع إلى ما سبق دراسته، ما المقصود بالتجارة؟ نعم، هي عملية تبادل السلع والخدمات بواسطة عملية البيع والشراء على شكل صادرات وواردات. أحسنتم أعزائي الطلاب، هيا بنا نتعرف على أسباب ازدهار التجارة في قارة أمريكا الجنوبية. لدينا مجموعة من الصور، من خلال الصور سوف نستنتج أسباب ازدهار التجارة في القارة. تعبر الصور الأولى عن تنوع الموارد الطبيعية بالقارة، أيضا تنوع المنتجات الصناعية، بالإضافة إلى تنوع الحاصلات الزراعية. إذن عزيزي الطالب، أسباب ازدهار التجارة في قارة أمريكا الجنوبية: تنوع الموارد الطبيعية، تنوع المنتجات الصناعية، وتنوع الحاصلات الزراعية. أحسنتم عزيزي الطالب، تطرقنا لمفهوم التجارة، وهي كانت عبارة عن حركة البيع والشراء، أي الصادرات والواردات. هيا نتعرف على أهم الصادرات في قارة أمريكا الجنوبية. من خلال الصور، نعم، الكاكاو، البن، القمح، والذرة، وأيضا النحاس، القصدير، السيارات، الأسماك، بالإضافة إلى فول الصويا والسكر والتبغ. إذن أهم صادرات قارة أمريكا الجنوبية هي البن، الكاكاو، الذرة، القمح، النحاس، القصدير، والسيارات والأسماك، بالإضافة إلى فول الصويا والسكر والتبغ. أحسنتم عزيزي الطالب، بعد أن تعرفنا على أهم الصادرات في القارة، هيا بنا لكي نتعرف على أهم الواردات في قارة أمريكا الجنوبية. نعم، الآلات ووسائل النقل، قطع غيار السيارات، خطوط الهاتف والتليفون،
التلغراف، بالإضافة إلى الغازات البترولية. أحسنتم. إذن أهم الواردات في قارة أمريكا الجنوبية: الآلات ووسائل النقل، قطع غيار السيارات، خطوط الهاتف والتلغراف، والغازات البترولية. عزيزي الطالب، بالرجوع للكتاب المدرسي صفحة 138، بما تفسر: وسعت دولة قطر حجم التجارة الخارجية. نعم بالفعل، لكسر أزمة الحصار، ومن الأدلة على ذلك عقدت العديد من الاتفاقيات الاقتصادية، من ضمنها اتفاقيات تجارية مع قارة أمريكا الجنوبية. ومن الأدلة أيضا ذهاب سمو الشيخ تميم لزيارة الإكوادور وبيرو وباراغواي والأرجنتين للبحث عن بدائل لسد احتياجات قطر عقب أزمة الحصار. أعزائي الطلاب، هيا نسافر حول العالم في جولة سريعة لكي نتعرف على السياحة والمعالم السياحية في قارة أمريكا الجنوبية. ولكن أولا دعنا نتعرف على المقصود بالسياحة. السياحة هي انتقال الفرد أو مجموعة من الأفراد من مكان إلى آخر بهدف الترفيه أو التعليم أو العلاج. أعزائي الطلاب، هيا بنا نتعرف على أهم المناطق السياحية في قارة أمريكا الجنوبية. تتعدد المناطق السياحية في قارة أمريكا الجنوبية التي يأتي إليها السياح من مختلف دول العالم، ومن أشهر تلك المعالم منطقة ليما في بيرو، وتقع على ساحل المحيط الهادي، تتميز بمناظرها الطبيعية وتعدد الأنشطة بها، مثل التزلج على المياه وأيضا تسلق الصخور. أما المنطقة الثانية، منطقة ريو دي جانيرو في البرازيل، تشتهر بمناظرها الخلابة مثل جبال الجرانيت التي توجد في البحر، أيضا الحدائق النباتية، والشلالات. يوجد أيضا منطقة إجوازو، شلالات إجوازو تقع في ثلاث دول: الأرجنتين والبرازيل وباراغواي. تتميز هذه الشلالات بأنها ثاني أكبر الشلالات في العالم بعد شلالات نياجرا، وهي من المناظر الطبيعية الخلابة التي تجذب السياح إليها. أعزائي الطلاب، وصلنا الآن إلى الغلق الختامي للدرس.
وسؤالنا هو: وضح أسباب ازدهار التجارة في قارة أمريكا الجنوبية. نعم، تنوع الموارد الطبيعية، تنوع المنتجات الصناعية، تنوع الحاصلات الزراعية. أحسنتم. أعزائي الطلاب، عليكم الدخول على تطبيق مايكروسوفت تيمز، وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم والتواصل مع المعلم للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. وإلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.